الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان الخبير في شؤون الطاقة. دكتور الصبان، ما هو المنتظر من هذا الاجتماع الذي دعت إليه الرياض؟ الاجتماع هذا سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعد الانحدار الكبير الذي كانت عليه خلال مارس، وبالتالي بعد فشل اجتماع تحالف أوبك بلس. وأعتقد أن هذا الاجتماع سيؤدي إلى إحداث نوع من التوازن. كلنا يعرف أن الانهدام الذي حصل في أسواق النفط كان سببه الرئيسي هو فيروس كورونا، لكن أيضا عدم الاتفاق أدى إلى أن ينتج كل المنتجين الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة بكامل طاقتهم الإنتاجية، ولذلك هنالك فائض في الأسواق. ويجب على الدول الأوبك بلس أن تجتمع لتحدد حجم هذا الفائض وكيف يمكن التعامل معه من خلال تخفيض في الفترة القادمة. طيب، يعني ترامب كان تحدث مع ضيف هنا بأنه كان له مواقف أشاد بانخفاض الأسعار ومناسبتها إلى المستهلك الأمريكي، وأنه يعني وصل إلى 99 سنتا للجالون. هذا شيء لم يحدث منذ الخمسينيات عندما كان حجم الدولار كبيرا. يقول لماذا تغيرت آراءه الآن برأيك؟ لا ننسى أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم. الآن أصبحت تنتج في حدود 13 إلى 13.5 مليون برميل يوميا. انخفاض الأسعار وتدهورها إلى مستويات العشرينات أثرت. هنالك منتجون أمريكيون تكلفة إنتاجهم أعلى من العشرينات في حدود 25-30 دولار، وبالتالي هم وصلوا إلى مرحلة بعضهم قد يتعرض إلى إفلاس. وبالتالي هذه الصناعة، صناعة البترول في الولايات المتحدة، هي لوبي كبير، مجموعة ضغط كبيرة. وبالتالي غدا سيجتمع الرئيس ترامب مع هؤلاء في البيت الأبيض ويحاول أن يتفاهم معهم كيف يمكن تخفيض الإنتاج من قبلهم إذا كان هذا ممكنا، مع التعاون أو في ظل التعاون مع تحالف أوبك بلس، وهذه أول مرة تحدث. طيب، هل تتوقع دكتور أن تدخل الولايات المتحدة في هذا التحالف وأيضا دول أخرى باعتبار الضغط الاقتصادي عليها؟ هناك إفلاس لشركة حفر أمريكية، وهناك إمكانية لإفلاس شركات أخرى. لو هنالك دول تدخل في هذا التحالف فهي دولة زي البرازيل، لكن دول زي النرويج وزي الولايات المتحدة الذين يطبقون مبدأ الأسواق الحرة وترك الأسواق تقرر الأسعار، إذا لديهم رغبة في الدخول في هذا التحالف فلن تكون مباشرة، قد يكون بصورة غير رسمية. هل يمكن أن تخفض من إنتاج، حتى إن كان إنتاج يتجه إلى الداخل ولكن بدأ وأنها تستورد يعني إنتاجا خارجيا؟ كانت روسيا رفضت تمديد الاتفاق باعتبار أنها لن تقدم هدية مجانية إلى دول كالولايات المتحدة، فما الذي تغير الآن؟ ليست هدية مجانية، نحن لدينا مفاهيم ما هي ليست صحيحة. النفط الصخري كانت تكاليف إنتاجه مرتفعة، انخفضت التكاليف إلى حدود 20-25، وهنالك محاولات لتخفيضه إلى أكثر من هذا. لكن السؤال، هل ستتعاون شركات النفط الأمريكية مع أوبك؟ أنا أستبعد أن يكون هذا التعاون رسمي، قد يكون تعاون ضمني غير رسمي بأن يتم تخفيض الإنتاج، أو أن يكون هنالك بعض الشركات التي تقدم على الإفلاس، وبالتالي هذا سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي. لكن الكل ينتظر أن تقوم المملكة العربية السعودية ودول أوبك بمبادرة تخفيض إنتاجها من أجل تحقيق الاستقرار. كم الخفض اللازم دكتور حتى يعني تستقر الأسعار أو تعود إلى سابق عهدها؟ منظمة الأوبك قدمت عرضا لتحالف أوبك أن يكون التخفيض في حدود 1.5 مليون برميل يوميا، وهذا ما رفضته روسيا. الآن روسيا ستعود مرة أخرى وتجد أنه في ظل الخسائر التي حققتها شركاتها
والضغوط الكبيرة على الرئيس بوتين، هنالك رغبة حقيقية لدى روسيا بأن تتعاون مع تحالف أوبك، وبالتالي أنا أتصور هم أقرب إلى الخروج باتفاق وليس بحدود 10 مليون برميل يوميا. يعني حتى على مستوى كبير. هناك من قال بأنه حتى 15 مليون برميل لن تعيد الأسعار إلى ما كانت عليه في ظل أيضا أزمة أخرى. لا نتوقع أن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه الآن في ظل أزمة كورونا. نعم. لا يعني تماما مستبعد أن تعود الأسعار إلى مستويات الستينات. نعم. لكن إذا استقرت في حدود 30-35 دولار في ظل اتفاق أوبك، هذا يعتبر شيء جيد إلى أن نتجاوز الأزمة. العالم الآن مشلول اقتصاديا، ليس هنالك حركة، ليس هنالك نقل، ليس هنالك طائرات، ليس هنالك مصانع، هذه كلها هي التي يكون الطلب على البترول طلب مشتق منها. نعم. فبالتالي لا نستبعد هذا بكامله، ولا بد أن تراقب الأوبك وتحالف أوبك الأسواق وتحاول أن تتدخل متى ما كان ذلك ضروريا لتحقيق الاستقرار. شكرا جزيلا لك الباحث الاقتصادي والنفطي دكتور محمد الصبان، كنت معنا عبر الهاتف.